بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة برنامج حياتنا وأسبوع جديد مع حلقة جديدة ها سلمان اي نعم اخوي عبد الرحمن بدايه مساك الله بالخير ومسي الخير على مشاهدي تلفزيون قطر ومتابعي برنامج حياتنا مثل ما ذكرت عبد الرحمن اسبوع جديد طلابنا مستمتعين في جو حلو بالاجازه الجميله عسى الله يوفقهم ان شاء الله ونتمنى لهم ان تكون هذه فرصه لانطلاقه مميزه ان شاء الله بعد هذه الاجازه في بدايه العام الدراسي عبد الرحمن حلقتنا اليوم فيها الكثير من المواضيع من وين راح نبدا ما راح اسك المواضيع ولكن خلنا نبدا يعني من الحدث الاهم له على المستوى العالمي طبعا خلال هذه الايام حيث تفضل حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير البلاد المفدى بحضور افتتاح الجمعيه العامه 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبه بفندق شرة الدوحه مساء امس وألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كلمة في افتتاح الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي رحب خلالها بالحضور وقال سموه يسعدني بهذه المناسبة أن أهنئ اتحادكم بإكمال عامه الثلاثين بعد المئة بنجاح وبالدور الهام الذي لعبه في تقوية المؤسسات البرلمانية عبر العالم نعم وأضاف سموه مما يزيد اهتمام الرأي العام باجتماعاتكم أن جدول أعمالها حافل بالموضوعات الهامه المتعلقه مباشره بهموم الناس وحياه الشعوب ونثني على اختياركم موضوع البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من اجل السلام والامن وسياده القانون ليكون محور النقاش في مناقشاتكم العامه في هذه الدوره كما اكد سموه على اهميه موضوع التعليم في هذا العصر، وقال لقد اصبح التعليم في عصرنا حقا من الحقوق الاجتماعيه التي غدت بدورها جزءا لا يتجزا من حقوق الانسان. اكيد وبين ايضا سموه ان قطر اولت عنايه خاصه للتعاون الدولي في مجال التعليم وقدمت الدعم التنموي الممكن لبعض الدول الناميه في مختلف مناطق العالم وكذلك للمنظمات الدوليه العامله في هذا المجال. رايك سلمان؟ لخصي. نبدا الفقرات ونطلع فاصل؟ نطلع بتقرير يلخص هذا الموضوع طيب اذا مشاهدي الكرام نطلع بتقرير ونرجع لكم لقد اصبح التعليم في عصرنا حقا من حقوق من الحقوق الاجتماعيه التي غدت بدورها جزءا لا يتجزا من حقوق الانسان وقد ضمن في الهدف الرابع من اهداف التنميه المستدامه لعام 2030 والاستثمار في التعليم الجيد من اهم عناصر بناء الاقتصاد والنهوض بالمجتمعات وتحقيق النمو والرخاء اما الجهل فهو من اهم معوقات النمو ونهضه الشعوب هذا عدا عن انه يغذي التعصب والعنصريه ويسهل نشر الافكار المسبقه ضد الاخر المختلف التعليم ومكافحة الجهل كان المحور الأول الذي أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كلمته الافتتاحية للجمعية العامة الأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي مشددا على أن الاستثمار في التعليم الجيد من أهم عناصر بناء الاقتصاد والنهوض بالمجتمعات وتحقيق النمو والرخاء. تتعدى طبيعه انظمه الحكم ولكن في عالمنا المعاصر ننتمي جميعا لانسانيه واحده واختلاف انظمتنا لا يعفينا من الالتزام بقضايا مثل حقوق الانسان فاحترامها لا يجوز ان يقتصر على نظام حكم دون اخر ترفض جميع الديانات ممارسه التعذيب والاعتقال التعسفي وامتهان كرامه الانسان وقد اصبحت هذه القيم مثبته في المواثيق الدوليه لا يجوز لنظام ان يتنصل منها بحجه الاختلاف ووقف سموه الامير المفدى على قضيه احترام حريه التعبير التي هي المسؤول الاول عن تدهور الاوضاع في بعض البلدان الى العنف والتطرف وفي البلدان العربيه قاد شباب المتعلمون التحركات الشعبيه طالبا للكرامه والعداله والحريه التي لخصوها بمقوله العيش الكريم. فقد اثبتوا انهم متحضرون وحضاريون في مطالبهم وتحركهم حين منحوا الفرصه للنشاط السلمي في في بعض البلدان العربيه. وتثبت هذه التجارب ان الانظمه التي منعت عنهم حريه التعبير وفرص النشاط السلمي تتحمل مسؤولية أساسية عن تدهور الأوضاع إلى العنف على الصعيد العالمي نبه سمو الأمير المفدى إلى تراجع دور القانون الدولي في العلاقات بين الدول مؤكدا أن تراجع دور القانون الدولي وعدم الالتزام به خاصة من قبل القوى العظمى هو ما أدى إلى غلبة سيادة القوة على سيادة القانون أما على مستوى المنطقة والعالم فيزداد خطر تراجع دور القانون الدولي في العلاقات بين الدول والتوجه إلى تغليب سيادة القوة عليه وتحول القانون والشرعية الدولية إلى سلاح الضعفاء فقط وهو لا يسعفهم كثيراً أمام الفيتو أمام فيتو الأغوياء في مجلس الأمن أو منح الأغوياء الغطاء الدولي للمعتدين على الغير منتهكي حقوق الإنسان ومن يضمون أراضي الغير بالقوة ومثالا على ذلك اعتراف القوى الاعظم في العالم في هذا العالم عمليا بضم القدس ورسميا بضم الجولان الى اسرائيل. ونوه سمو الامير المفدى الى ضروره مكافحه اسباب التطرف ومعالجه خلفياته. ومثلما نتعاون في مكافحه الارهاب علينا ان نتعاون في مكافحه اسباب التطرف ومعالجه خلفياته وتثبت التجربه مره بعد اخرى. أنه لا يقتصر على حضارة دون أخرى، ولا على أتباع دين دون آخر، وأن كل تعميم من هذا النوع هو عنصرية لا أكثر ولا أقل. وختم سمو الامير المفدى كلمته بالوقوف على اهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار لتسوية النزاعات بالطرق السلمية داعيا الحضور الى الاطلاع على ما بلغته قطر من نهضة وتطور في مختلف قطاعات الحياة وما انجزت وتنجز من مشاريع عملاقة استعدادا لبطوله كاس العالم 2022 التي تعمل قطر على ان تكون مناسبه للتاخي والتقارب بين الشعوب والامم إذا مشاهدينا الكرام حضور عالمي مميز يثبت للعالم مكانة قطر وقدرتها على المساهمة في توحيد العالم خلف القضايا اللي تم الإنسانية في كل مكان. أكيد أخوي عبد الرحمن يعني ملاحظ أنا هالأسبوع الأسبوع اللي طاف يعني في تغيرات في في, في حالة الجو. ملاحظ أنك كاتب لي لا تنسى عبد الرحمن راح نتكلم عن الجو. <applause> أه طبعا أكيد أنت لاحظت يعني هذه الفترة من من السنة حتى الدول المحيطة يعني في مثلا ايران عندها فيضانات دول الخليج عليها امطار عواصف انت تغسل السياره امس تطلع شمس حر اليوم يطق مطر بعد, بعد ساعه ينزل عليك مطر اساسا احنا نعرف هالمتقلبات هذه ونعرف حاله الطقس لليوم ولهذا الاسبوع معنا عبر الهاتف حاليا السيد فيصل احمد المهلل وهو المتنبئ الجوي مسي عليك بالخير بدايه يا ريت لو نتكلم عن حاله الطقس لهذا الاسبوع ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أحب أقول هني يوجد تحذير أه على الساحل داخل البحر بأمطار رعدية متوقعة أه مصحوبة برياح قوية ومفاجأة وأمواج عالية. أه بالنسبة لليلة أه والأيام القادمة إن شاء الله الطقس بشكل عام غائم جزئيا إلى غائم. أه في فرص لامطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق. أه الرياح معظمها في هذه الفترة بتكون إن شاء الله أه شمالية شمالية غربية من معتدلة إلى نشطة السرعة. تصبح قويه ان شاء الله مع وجود الامطار الرعديه. معدل طبعا ارتفاع الموج من واحد الى ثلاثه على على الساحل يرتفع الى خمس مع الامطار الرعديه. وداخل البحر ان شاء الله بيكون من ثلاثه الى خمسه ويرتفع الى 10 اقدام مع الامطار الرعديه ويوجد يوجد ايضا ايضا تحذير داخل البحر فنوه كل المرتادين البحر او اللي يحبون الانشطه البحريه انهم يتجنبون ان شاء الله جميل الانشطه هذه في هالفتره. جميل. آه ان شاء الله بالنسبه للامطار هذه الفتره ان شاء الله هالأسبوع الاسبوع كامل ان شاء الله في ثلاثة امطار آه بسبب منخفض السودان الموسمي آه دخوله على المنطقه هالفترة طبعا طبيعيه تسمى بالسرايات عندنا. آه ان شاء الله بتخف ان شاء الله الامطار يوم الخميس وبترجع يوم الجمعه وبتتم ان شاء الله مستمره الى بدايه الاسبوع القادم. طبعا نشوف ان شاء الله يمكن الى نهايه الاسبوع القادم ان شاء الله دي. وبالنسبه لدرجه الحراره لهذه الليله 23 درجه اقل درجه ان شاء الله مئويه وبكره ان شاء الله بتكون 32 اعلى درجه مئويه ان شاء الله جميل سيد فيصل ما شاء الله انت يعني اعطيتنا يعني تفصيل كامل عن حاله الجو لليوم وبكره والاسبوع القادم يعني حال الامطار ولكن سيد فيصل اليوم أنا لاحظت درجة الحرارة وصلت 38 يعني هل الأيام الجاية مثلاً في فترة النهار مثلاً هناك يعني صعود في درجات الحرارة مثل ما رأينا اليوم مثلاً؟ إيه إن شاء الله لأن هذه الفترة شوي فترة السرايات الأمطار فيها مفاجأة وتغييرات الجوية تكون فيها دائماً مفاجأة يعني إن شاء الله بكرة بيكون أقل بس اليوم اللي بعده ممكن يرتفع شوي واليوم اللي بعده ممكن يقل تقل درجة الحرارة شوية المنخفض السودان تحركاته وتغيراته الجوية يعني مش ثابتة جميل طيب فيصل ختاما بالنسبة للتحذيرات سواء على الساحل أو في 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 منتصف البحر إلى متى راح تستمر بالنسبة لمرتدي البحر إن شاء الله إلى يوم الخميس إن شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى جميل 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 يوم الجمعه ان شاء الله بس مع يعني بنوافيكم ان شاء الله بعزيز باذن الله سبحانه وتعالى اخوي فيصل المهلل الف شكر لك وكنت معنا عبر الهاتف صراحه كلام يعني يطمن اذا درجه الحراره للحين في امل الواحد قبل ما يدخل الصيف عليك ورمضان تطلع تروح تجي ايه التخييم ترى ما خلص التخييم لنا. اخر الشهر, الشهر الواحد يمديه يروح ويجي والمور طيبه والمطره الحلوه احنا نوجه يعني تحذير لمرتدي البحر والبر يعني انتبهون الايام هذه الجو ان شاء الله حلو مثل ما مثل ما قال فيصل ان التحذير مستمر لحد يوم الخميس الواحد يتابع اول باول مشكلتي اشتقت تغششني انت ولا لا انا <applause> <applause> عن اداره الارصاد الجويه واحد يتابعهم ويعرف المستجدات ان شاء الله وعسى الله يحفظ الجميع امين احنا عبد الرحمن عندنا فقره مهمه في بدايه حلقه اليوم لكن ايش رايك نشوف تقرير قبل الفقرة. قبل ما نبدا فقراتنا الجواريه الفقره يلا بسم الله شوف هذا التقرير ونرجع لكم مشاهدينا الكرام وصلت جمارك قطر إلى مستوى متقدم في استخدام التكنولوجيا المتطورة وحوسبة الإجراءات وتسريع زمن تقليص المعاملات الجمركية إلى حد كبير، الذي يساهم بشكل فعال في تسهيل حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني لدولة قطر. تعتبر المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك القطرية من أحدث النظم الإلكترونية في التخليص الجمركي وبامكانياته الواسعه يدخل في اطار تسريع عمليات التخليص وانجاز المعاملات التي تتم بين الجمارك وشركات التخليص الجمركي ومواكبه للانفتاح التجاري الذي تشهده الدوله في ظل الارتفاع المستمر في معدلات النمو والتوسع في حجم الواردات والصادرات إذا مشاهدي الكرام تسير دولة قطر بخطى ثابتة في التحضيرات والتجهيزات لاستضافة مونديال الدوحة 2022 من خلال كل مؤسسات الدولة التي تعمل كخلية نحل لإخراج مونديال مبهر يؤكد قدرة قطر التنظيمية سلمان. اكيد اخوي عبد الرحمن في هل الطار نظمة الهيئه العامه للجمارك ممثله في مركز التدريب الجمركي البرنامج التدريبي للاحداث الدوليه لكاس العالم واللي يهدف اكيد الى تعزيز قدرات الكوادر العامله في الهيئه العامه للجمارك في هذه المناسبات الكبرى. اكيد يا سلمان مشاهدينا الحديث اكثر عن البرنامج التدريبي للاحداث الدوليه لكاس العالم والذي نظمتها الهيئه العامه لجمارك سعدنا ان نستضيف السيد خالد التميمي منسق الدورات الاقليميه والوطنيه بمركز التدريب الجمركي مساك الله بالخير مساك الله بالخير يا مرحبا فيكم وشكرا على الاستضافه الحقيقه اشكرهم على تحت الفرصه لنا احنا بالتحدث عن الاستعدادات حق الهيئه العامه للجمارك لتنظيم كاس العالم طبعا هذا الحدث حدث وطني مثل ما انت عارف والكل يعني مستعد ان يعني يشارك في الحدث ما ان احنا في مركز التدريب الجمركي والهيئه العامه الجمارك نستعد مستعدين في ذلك استعداد كامل. فالحمد لله بالتعاون مع اللجنه العليا للمشاريع والارث كذلك ايضا بالتعاون مع جامعه شارلز ستورن في استراليا تم تنظيم برنامج برنامج هذا يهدف على تعزيز وتثقيف او البطولات السابقه اللي صارت في بطولات العالم مثلا في روسيا عندك ولا حتى في البرازيل وحتى في في استراليا في تنظيم اولمبيات سيدني 2000 هذه التجارب كلها تم تدريب الموظفين عليها كيفيه ان التعامل مع الحدث بشكل احترافي وكذلك التعامل بشكل الكميات الهائله من البضائع والشحنات اللي راح تدش البلد وكذلك حتى المسافرين فعندنا تدريب مستمر للموظفين بالتعامل مع هذا الحدث بشكل دقيق جدا بجانب عدم الاخلال في جانب الامني في في هذا جيم. الجانب. خالد لو نسالك على بخصوص الموظفين وادخالهم في مثل هذه البرامج التدريبيه خصوصا مع منظمه الجمارك العالميه. نعم. كان مدى تفاعلهم ومدى اقبالهم على الانخراط في مثل هذه البرامج التدريبيه؟ طبعا احنا عندنا يعني ما يخفى عليكم عندنا موظفين ذو كفاءه عاليه اكيد احنا قاعد ننظم دورات تدريبيه من مش من الان من اكثر من تقريبا عشر سنوات من اكثر من عشر سنوات احنا جالسين نتعاون مع منظمه الجمارك العالميه ب الموظفين بجميع امور الاجراءات الجمركيه فهذا البرنامج يعزز من كفاءة الموظف الجمارك كذلك يعطي للجمارك خبرة بالتبادل المعلومات مع البطولات السابقة اللي صارت في في الدول اللي قلت لكم عنها من ساعة روسيا والبرازيل من المعوقات اللي صارت عندهم من الأحداث اللي صارت عندهم احنا ان ان استفادة من استفادة من, من, من هذا الشيء يعني أنت تتكلم عن البطولة مثلا اللي صارت في روسيا في روسيا هناك كثير في معوقات صارت واحنا قاعد نعلم ربعنا في كيفيه التصرف في هذا الحدث بشكل احترافي وكذلك بالاستعانه بالتكنولوجيا والتقنيات اللي عندنا في في مطار حمد الدولي حتى في المنافذ عندنا ما شاء الله اجهزه دقيقه جدا في تسهيل عمليه الاجراءات الجمركيه بجانب المحافظه على موضوع الامن وحمايه الدوله من الممنوعات بشكل بكافه الطرق يعني. حتى حمايه الدوله من العلامات المزوره العلامات التجاريه حقوق الملكيه الفكريه. جميل. طبعا اي نعم انت ما تلاحظ ان الحين اي مثلا برنامج او بطولات عالميه هناك في اتفاقيات ما بين الفيفا وكذلك الدوله المستضيفه ان 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 شلون تضمن عدم تضمن دخول تضمن عدم دخول بعض العلامات التجاريه يستغلون التجاره خبرك في هذا الحدث ويحاولون انهم قد يعني ما يدشون بضايعهم يدشون بضايعهم يقلدون العلامات التجاريه فاحنا الدور هذا تم تدريب الموظفين على كيفية حماية الدولة من هذا الموضوع حماية الملكية الفكرية نعم. سيد خالد يعني هل تم مشاركتكم مثلا يعني وفد من دولة قطر شارك مثلا مع روسيا مثلا أو كان حاضر أو كان مثلا متابع أو كان مثلا يعني دخل في دورات مثلا مع في تنظيم مثلا الروس لكأس العالم الأخير للاستفادة بشكل مباشر يعني من ما حدث في روسيا وتنظيم والى اخره طبعا احنا مع الاسف احنا ما شاركنا وما كنا مع المجموعه اللي راحت زيارات على ولكن احنا اللجنه العليا للمشاريع الارث كانوا معانا في هذا البرنامج وحتى معانا باستمرار بتزويدنا بخبراء يزودون موظفين موظفي الجمارك بهذه الاحداث اللي صارت كلها بارض الواقع بالاحصائيات بالاعداد كلها حتى بالاشياء القانونيه في في تنظيم بطولات كاس العالم. اللجنه الارث للمشاريع الارث بتنظيم كاس العالم معانا باستمرار واحنا اصلا معاهم بشكل رسمي في في آه وباستمرار نستعين في خبرائهم ويعطونا دورات حتى في موضوع الحمايه الحقوق الملكيه الفكريه كانوا معانا واعطونا محاضره واعطونا تدريب كيفيه احنا نقدر نحد من هذه الظاهره ظاهره تزوير العلامات التجاريه في تنظيم كاس العالم تحب العلامات التجاريه سلمان اكيد كلنا أكيد, اكيد عندك سؤال الحين فرصه وجود سيد خالد تميمي احنا احنا لما نسال خصوصا اخوي عبد الرحمن في فتره كاس العالم طبعا العدد اللي راح يدخل البلد عدد نعم. كبير موظف الجمارك عليه جهد طوال العام ولكن في كاس العالم جهد كبير اليوم طبعا اللي راح يدخلون البلد من جنسيات ومن ثقافات مختلفه, مختلفة نعم. كيف راح يقدر موظف الجمارك يتعامل مع كل هذه الثقافات المختلفه من خلال وجوده على المنافذ شوف عبر التاريخ لو لو تلاحظ تاريخ معقاد البطولات العالم في تزايد ملحوظ في عدد المسافرين وعدد الشحنات في الدوله المستضيفه يعني عندك مثلا كل بطوله ما بعد بطوله اخرى يزيد العدد صحيح ف يجونك عدد كبير من المسافرين عدد الشحنات يعني عندما نتكلم عدد عن المسافرين مثلا مثل ما تفضلت الحين الحقول مختلفة ثقافات مختلفة المزاجيات مختلفة حتى النوايا مختلفة يمكن تحس أن نواياه ما تدري إحنا إحنا كرجل الجمركي يجب أن يعني يعي ويعلم أن هذا الشخص اللي بيزور قطر احنا كدولة مستضيفة نعطي انطباع الجو المشرق لقطر ان احنا دولة دولة ضيافة نعطي انطباع ان احنا كجمركيين نعرف نتعامل مع الحدث بطريقة احترافية شلون تتعامل مع المسافر وكذلك أرد أقول لك الجانب الأمني شيء مهم عندنا يعني بجانب ان احنا نسهل عمليات الاجراءات الجمركية لكن ما ننسى العامل الرئيسي هو حماية الدولة من الممنوعات وكافه الاشياء اللي في البلد هذه من الاشياء الاشياء الاساسيه عندنا بجانب تسهيل عمليات الجمرك بعد اقول لك ان احنا ترى هاي مش شيء بسيط او شيء غريب علينا ان احنا نظمنا بطولات كثيره صحيح وقطر والجمارك كان لها دور كبير في انجاح هذه البطولات كلامك الاخير اخرها كاس العالم لكره اليد 2015 واحنا مقبلين اخوي عبد الرحمن لمونديال العاب القوه أوكي. هذه أوكي. السنه اخوي عبد الرحمن راح نواصل حديثنا الشيق عن الجمارك والإستعدادات لكاس العالم لكن ايش رأيك نطلع بهذا الفاصل ونرجع انت احنا يعني استانس بموضوع الجمارك مشي تقول انا بيتكلم اتكلم بموضوع ثاني لا لا بالعكس طيب. موضوع شيق <applause> واكيد الساده <applause> المشاهدين مستفيدين منه مشاهدي الكرام فاصل ونرجع لكم ان شاء الله رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومع السيد خالد التميم منسق الدورات الاقليميه والوطنيه بمركز التدريب الجمركي. سيد خالد تكلمنا قبل شوي عن اهميه الامن، تكلمنا عن حمايه امن البلد، اعداد كبيره راح تدخل، ثقافات مختلفه، نوايا لا تعلم الى اخره. هذا خط البلد الاول. نعم. التقطير عندكم كيف؟ كم نسبه التقطير؟ لا 100% عندنا التقطير 100% ما في اصلا رجل جمركي الا هو قطري 100% جميل. يعني بمعنى اصح ان احنا اول ما يتوظف عندنا الجمارك اي موظف نعمل له من البدايه تدريب كامل الى ما انه يتعين في اي مركز من منافذ الدوله فعندنا التقدير ما شاء الله يعني احنا من يعني يعني ما في ما في كلك طريين اللي موجودين في الجمارك يعني. طيب خالد انت ذكرت موضوع التدريبات وتكلمنا عن البرامج التدريبيه، لكن لو ندخل في تفاصيل البرنامج التدريبي، ابرز ابرز المهارات اللي يكتسبها موظف الجمارك خلال هذه البرامج التدريبيه شنو هي؟ البرنامج تقصد البرنامج الاحداث الدولي لكاس العالم بشكل عام؟ بشكل عام، البرنامج هذا بشكل خاص وايضا بشكل طيب. عام. نتكلم طيب. بشكل عام، طبعا احنا دائما مرتبطين مع منظمه الجمارك العالميه، احنا عندنا يعني اتصال مباشر مع منظمة الجمارك العالمية هم نستعين في أفضل الخبراء الموجودين في منظمة الجمارك العالمية يجونا بشكل باستمرار نعقد ورش إقليمية على مدى في السنة تقريبا من من ثمانية إلى تسع ورش وطنية وإقليمية بجميع الإجراءات الجمركية يعني كل المجالات فالخبير يجينا ويدرب بشكل بشكل يعني مثل ما تقول كورشه اقليميه وكزيارات ميدانيه وكتثقيف على اخر شيء مثل التحديثات اللي صارت في الامور الجمركيه، هاي بشكل عام. بشكل خاص طبعا احنا البرنامج الاحداث الدوليه لتنظيم كاس العالم احنا حددنا موظفين الموظفين هذولا راح يدربون ربعنا في المستقبل يعني يكونوا متدربين مدربين يعني هيئناهم مدرب معتمد يعني يعني, يعني هذه ترى مده الدوره كانت شهرين مش بسيط يعني مش يوم اسبوع اسبوعين شهرين بجانب الخبراء اللي جونا من اللجنه العليا للمشاريع والارث دربوا موظفينا هذول المعلومات اللي اكتسبوها وفي في من خلال البرنامج هذا راح يزودون في الموظفين الاخرين في المنافذ الجمركيه المدرب راح يدربون ربعنا يعطونهم كل المعلومات وكل الخبرات اللي اللي صارت في الدول اللي نظمت كاس العالم بواقع تجارب وحتى احنا نعيشهم الحدث نعيشهم الاعداد اللي بتجي يعني نعيشهم حتى الاعداد من الكميات البضائع والمسافرين هاي كلها نعيشهم الحدث بجانب ان احنا حتى في الفتره الاخيره عندنا الجانب الامن عندنا اجهزه اجهزه حديثه اجهزه دقيقه في الكشف عن كل هذه آه ادخلت حديثا في الخدمه نعم احنا دائما وزاره الداخليه الله يجزيهم خير متعاونين معهم حتى وزاره الصحه جميع وزارات الدوله متعاونين معنا في هذا المجال احنا عندنا اجهزه فعلا دقيقه مثل ما قلت لك مساعد تسهل عمليه الاجراء الجمركي مم. من ناحيه التفتيش من ناحيه سرعه الدوران العمل الجمركي حتى عندنا اداره اسمها اداره المخاطر تزودنا بالمعلومات وتسهل هاي اداره المخاطر تسهل علينا عملية تسهيل الإجراءات الجمركية جميل 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 أخي خالد لو نسألك أنت ذكرت أن عندكم تعاونات مع منظمة الجمارك العالمية وأيضا مع معاهد مختلفة لو نتكلم عن أبرز الشراكات اللي عندكم مع مختلف المعاهد والمنظمات العالمية عندك منظمة الجمارك العالمية هذه منظمة احنا دائما متعاونين معها بشكل دائم كذلك مركز دراسات في استراليا جامعة شارلز ستورت عندنا تعاوننا مع اكثر من برامج برنامج ثلاث برامج طويله كل برنامج شهرين وشهرين ويعني مده طويله وكنا عندنا موظفين حتى حتى عند جربنا موظفين طريقه الضريبه الجمركيه ان احنا في في طور عمل ضريبه جمركيه فدربنا الموظفين بالتعاون مع جامعه تشارلز ستورت في استراليا هذه ال وغير اللجنه العلويه للارث مشاريع الارث صحيح مشاريع الارث احنا دائما نتعاون معاهم حتى احنا نطلب منهم ما يقصرون معنا صراحه يعني في بعض المجالات مثلا نطلب منهم نبي نقول لهم نبي خبير في موضوع القانون قانون الاحداث الدوليه في تنظيم كاس العالم فما يقصرون لكم خبير يطرشون لنا خبير صراحه جدا استفدنا منهم في من خلال هالبرنامج حتى برنامج حقوق الملكيه الفكريه يعني طرشوا لنا واحد خبير يعني درب ربعنا كيفية أن إحنا نحمي البلد من العلامات التجارية المزورة جميل. جميل. طيب أنت شوي يقول سيد خالد التميمي سلمان يقول أنا أول مرة أطلع الهواء يعني أسألوني أسئلة شوي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك تكلمت أكثر مني من سلمان أفضل مني من سلمان <applause> استفدنا إحنا فيها والله أنتم اللي خلتوني أصرع أتكلم جوكم دلوقتي جوكم هذا الطبيعي الله الله الصحة والعافية إذا السيد خالد التميمي منسق الدورات الإقليمية والوطنية بمركز التدريب الجمركي شكراً جزيلا لك شكرا شكرا لك الله يجزاك الرحمن <applause> نحن نبي نطلع شوي من الاستديو ايش رايك نبي نروح وين نبي نروح سوق واقف اخونا محمد الحمادي موجود لحظة طيب ايش عنده محمد محمد بتعرفه الحين في مهرجان يسمونه مهرجان ابريل خاف كذبه ابريل لا 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 بتعرفه الحين طيب. محمد بسك الله بالخير والكلمه عندك الله يمسككم بالسعاده والخير الزملاء الموجودين في الاستديو سلمان وعبد الرحمن وكل من يشاهدنا في هذه اللحظات على طاري الاجواء اللي قاعد نعيشها هالفترة يمكن البعض يقول ان ليش خلص لكن اليوم رذاذ مطر جميل واجواء حلوه وتساعدكم ايضا انكم تجون السوق وتستمتعون من خلال وجود ايضا مهرجان ابريل اللي من خلالها اكيد راح يكون في مجموعه من الفعاليات تخص العائلات وبنفس الوقت انكم تستمتعون ببعض الاكلات والاجواء انكم تمشون وتشمون ريحه السوق هذا بحد ذاته كفايه خلنا نسيب الخير على احد الاشخاص اللي يمكن له باع طويل في السوق الاستاذ محمد السليطي اذا ممكن تعرفنا على اجواء السوق معاك شلون اليوم الله. يعني شلون تعيشها اليوم هو على اساس ان احنا مجلس الدامه صحيح. ونشارك في هذه الفعاليه اللي هو مهرجان الربيع اقول مهرجان ابريل يعتبر مهرجان الربيع فاحنا على اساس اول مره صراحه نشارك خارج المجلس في السوق في ساحه السوق وما شاء الله احنا شاركنا من اول يوم وكان الاقبال في البدايه يعني شيء بسيط لكن ما شاء الله خلال اليومين اللي مضوا ابتدى الزوار كل ما هو في ازدياد يعني فما شاء الله السوق عامر وسوق واجف يعتبر سوق سياحي يعني ما شاء الله حاليا أكيد نعم اكيد يعتبر معلم أكيد. أكيد, اكيد اذا بنتكلم من جانب الدامه شلون انتم تحافظون على عدم اندثار يعني مجلس الدامه اللي تعتبر يمكن هوايه او نعم. او عن طريق وجود بطولات ايضا تقيمونها أكيد, اكيد اكيد طبعا تم تاسيس مجلس الدامه منذ حوالي عشر سنوات على اساس خوفا من اندثار هذه اللعبه واحنا حاليا تحت اشراف المكتب الهندسي الخاص وتحت اداره السوق فنقيم فعاليات كثيره في مجلس الدامه من ضمنها طبعا بطوله اليوم الوطني، بطوله رمضان، بطوله الدوحه، بطوله قطر، بطوله الفرجان نقيم بطولات كبيره يعني خلال هالفتره هذه خاصه يعني في الصيف فتره الصيف نقيم بطولات اكثر طبعا. أي نعم، وزورونا طبعا عدد كثير من لعيبه الدامه سواء كانوا كبار في السن او كانوا شباب او كانوا ناشئين. يجون عندنا في مجلس الدامة حتى الناشئين احنا نحاول ان ندربهم على هذه اللعبه، وخوفا من اندثارها يعني، طبعا. اضافه الى عدد كثير من الشخصيات يزورونا في مجلس الدامة ويزوروننا وزراء ورؤساء دول. وفي عام اتوقع 2002 آه لما الدوله ايضا قدمت باب تطوير لهذا السوق، نعم. شلون تقيم السوق اليوم بعد التطور اللي قاعد نعيشه انه هو لا زال حي؟ اي طبعا سوق واقف طبعا كان آه حجمه اكبر من هذا الحجم. صحيح. يعني كان السوق واصل تقريبا لسوق الجبر تقريبا اللي هو كان كان في الله يسلمك في سوق الحراج كان في شبره السمك في شبره اللحم في سوق الملح سوق الخشب كرمكونا الجيت. سوق الجات سوق القراقير اللح. الصفاره اللي عندك اللحامين الحداده يعتبرون الحداده فكان يعني سوق الخضروات فكان سوق كبير بس طبعا في فتره السبعينات صار التطور عندنا او قبل يعني تقريبا في اواخر الستينات ابتدى التطور فالفتره هذه ازيل عدد يعني جزء كبير من سوق واجف فالحمد لله حاليا ان المكتب الهندسي الخاص وانا صراحه اشكر المكتب الهندسي الخاص على الحفاظ على هذا السوق من اندثاره لان هذا السوق يعتبر معلم سياحي للدوله عرفت شلون والحفاظ على التراث لان احنا خبر كل واحد كل ما كبر في السن كل ما يعطي زياده كل ما يعطي زياده كل ما يعطي زياده لا ويحافظ يحب يحب الشيء يحب التراث خوفا من اندثار هذا التراث يعني والدامه تعتبر تراث لان لعبه الدامه هذه اساسا كانت تلعب بعد انتهاء موسم الغوص لما الغوص ينتهي فتره الصيف ويبتدي فتره الشتاء فكانوا طبعا الرجال يلعبون هذه اللعبه في المجالس وفي المقاهي وسمي هذا السوق بسوق واقف ليش سموه سوق واقف هو على اساس في البدايه السوق هذا كان حي قطري او حي سكني ما كان سوق موجود بس قرب قرب الحي هذا من الفرضه الموجوده اللي هي الفرضه طبعا انا لحقت عليها الفرضه كانت موجوده كبيره اضافه الى فرضة الشيوخ فكانوا بعض المواطنين مس... اللي في هذه المنطقه يشترون بعض البضايع وكان يفرش ايوه يفرش قدام بيته اللي نسميه احنا البسطه فكانوا الناس يجون يشترون من عنده الجار طبعاً فتح له نفس الحاجة أو عمل بسطة جداً بابه فأول رايح والله رايح سوق واقف وين جاي جاي من سوق واقف وكان يفتحون بس العصر أغلب اللي يبيعون أكيد لا إيه؟ يعني فترة العصر نعم يبتدوا هذا السوق اللي هو البسطات إيه إيه سمي سوق واقف سبب إن العالم كانوا واقفين هم يشترون هم وقفين من هالبسطات إيه إيه هذه إيه إيه بس طبعاً الأم في الفترة إيه الطويلة إيه تغيرت, إيه تغيرت إيه طبعاً تم الاسم لحتى الآن وقديماً إيه طبعاً ما كانوا يسمونه سوق واقف مثل الحين لا الاولين كانوا يسمونه وين رايح يا يوبه قال والله انا بروح سوق واجف ما يقولون <applause> محلات إيه الشمال إيه إيه العمي كان يسمونه سوق واقف إيه 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 نعم الله يقويك احنا والله ودنا نكمل لكن ضيق الوقت نشوفك يا, يا رب على خير والله يقويكم الله يقويك جميعا الله ومن خلالكم اكيد السوق راح يكون عام الله يرحم والديك وانا بطبيعه الحال اشكر تلفزيون قطر على المجهود اللي هو يبذله وخاصه في تصوير آه هذا المهرجان اللي هو سوق واجف ومهرجان بريل ولكم الشكر الجزير يا تلفزيون قطر شكرا لك مشكور خلي مشكور, مشكور يعطيك العافيه الله يقويك ان شاء الله لحق نختمها لحق مع استاذ حسن آه المهندي حياك الله معنا المجلس شلون تشوفه معك؟ آه وتحديدا من خلال وجود مهرجانات آه تحاول انها هي تسلط الضوء على مثل آه هذه اللعبه والله شفت الواحد لما يجي ايه يبي يشوف يا السفن كل واحد يعني خاصه كبار السن ولا <applause> يبي يشوف يدامه يا السفن على قول لي هل يبون حق الحصان حق الالعاب اللعب هذه فلك باب يقعد معنا حلو وبالنسبه لوجودكم اليوم انا اشوف ان انتم موجودين ايضا من خلال وجود الجمهور هل ممكن ان انتم تعلمونهم وتعرفونهم على هذه اللعبه؟ والله اللي قاعد هني نعلمه حلو والناس وايد تعلمت من ال... الدامه حلو. وهني قاعد ن... نعلم ماري. الله يقويكم ان شاء الله يقويك الله يسلمك تامرنا نشوفك على خير ان شاء الله الله يسلمك اذا تحيه بامانه لكل الموجودين في هذا المجلس وان شاء الله دائما يكون السوق والمجلس عامر وتحيه لكل اللي قاعدين يعطون من خلاله اكيد والعوده للزملاء ودعوه للجميع انهم يكونون موجودين ويعيشون هذه الاجواء الممتعه اكيد قواك الله محمد طيب محمد انت سالت ضيوفك لا احنا بنسالك انت تعرف تلعب الدامه ولا بس رايح تسوي معاهم لقاءات؟ ما تعلمت انت بامانه للحين ما تعلمته كل مره ازور اتعلم شيء جديد وان شاء الله ان شاء الله بامانه ان احنا يعني نفهمها ككل علشان نحافظ حين دورنا حين حين احنا الجيل الحالي من اجل المستقبل لأنهم اكيد يحافظون على هذه اللعبه احنا نتمنى ان تستانس في في هالاجواء اخوي محمد وما أكيب قصرت أكيب. على هذه التغطيه مشكور كنت معانا من سوق واقف طبعا الرحمن احنا ما زال في جعبتنا العديد. انت يعني اليوم ماخذ ما دور الهلابي ولا؟ ليش؟ تحب تطلع تقارير وتحب تطلع فواصل أحنا لان الله يسلمك عندنا فقره قبل الفقره سيئة. هذه عبد الرحمن راح يتعرف عليها صح اكثر صح عن قانون حمايه اللغه العربيه من خلال هذا التقرير. نشوف. قانون حمايه اللغه العربيه. يعتبر انجازا وطنيا يضاف الى مبادرات قطر ومنجزاتها الرائده في المجالات المختلفه ان صدور قانون حمايه اللغه العربيه يعكس حرص دوله قطر على تعزيز دور اللغه العربيه في حياه الوطن وامنه الاجتماعي والثقافي كما يعد انتصارا للغه العربيه وللهويه العربيه وللسياده الوطنيه في مواجهه المخاطر الكبرى التي تحيط بلغتنا ياتي هذا القانون ليعطي للغه العربيه وجودا رسميا وكينونه واقعيه وهيبه محميه بقوه القانون مشاهدينا الكرام، بدأت ثمار القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية في الظهور، حيث تعزز استخدام لغتنا العربية في كل المؤسسات والوزارات، كما أظهر القانون مدى اهتمام دولة قطر بشأن لغة الضاد، حيث اعتبر خطوة أو اعتبرت هذه يعني خطوة عملاقة في تاريخ قطر يحتذى فيها. أكيد أخوي عبد الرحمن بالتأكيد يرصد الأكاديميين هذه النتائج الإيجابية للقانون الذي انتصر للغة الضاد. أكيد يا سلمان وللحديث أكثر عن الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور أحمد حاجي صفر مدرس اللسانيات واللغة العربية بقسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر مساءك خير يا دكتور واهلا فيك في برنامج حياتنا. طاب مساءكم وشكرا لكم على هذه الاستضافه الكريمه. جميل. دكتور احنا سعداء جدا بتواجدك معنا في برنامج حياتنا، لو نتحدث بدايه في هذه الفقره عن اهم ثمار قانون حمايه اللغه العربيه واللي طبعا مثل ما ذكر اخوي عبد الرحمن بدينا نجني ثمارها. ان شاء الله. الحقيقة أولا دعونا يعني نقل هذا القانون الذي صدر في أواسط الشهر الأول من هذا العام جاء ليكرس وليثبت أشياء لا بد منها تتعلق باستعمال اللغة العربية الفصحى طبعا في ميادين البحث العلمي والتعليم والتعلم وكذلك في الميادين الإدارية نحن هذا الأمر طبعا ليس بدعا لأن المادة الأولى أو المادة الثانية في الدستور كما تعرفون هو اللغة العربية هي لغة الدولة صح. ولكن كان لابد من إصدار هذا القانون وهذا القانون فيه خمسة أو خمسة عشرة مادة تركز في مجملها على أن تكون اللغة العربية هي اللغة التي تستعمل في الكتابة الإنشاء في البحث في التعليم وذلك لأمر ضروري جدا. لكي يركز على قضيه مهمه وحساسه في وقتنا الحاضر الذي تتلاطم فيه الامواج من حولنا وهي ان اللغه مكون اساسي من مكونات المجتمع ومقوم من المقومات التي لا بد منها للشخصيه وللهويه الوطنيه وهذا القانون الذي جاء ليعزز هذه المكانه للغه في المجتمع ويثبت مكانتها كركيزة أساسية للهوية الوطنية لا بد له ممن يقوم بتطبيقه وممن يناصره لذلك يعني الناس فرحت بوجوده لكن بعد الفرح يأتي العمل إن شاء الله وهذا ما ندعو له جميعا في كل الميادين جميل طيب دكتور تسمح لي أنا وسلمان نسألك باللهجة البيضاء ولا لازم نتكلم باللغة العربية كل ما تقوله هو عربي لكن المستوى يختلف بين العربيه البسيطه والعربيه التي لها طابع محلي جدا تسمى العاميات والعربيه الادبيه والعربيه المغرقه في ادبيتها الفصحى التي يعني نعرفها وهي العربيه التاريخيه جميل. دكتور لما نتحدث ونقول حمايه اللغه العربيه هل على هذه اللغه خوف حتى نحميها جميل الحقيقه استباق الامور عندما نتحدث عن حمايه فإننا لا نتحدث عن شيء يعني داهمه الخطر وسوف يموت وينتهي. نحن نتكلم عندما نقول حمايه اللغه العربيه نتكلم عن عاملين، العامل الخارجي والعامل الداخلي. العامل الخارجي في حقيقه الامر يتجسد ايضا في نقطتين تقريبا، النقطه الاولى هو دخول اللغات الاخرى دخولا ضارا على اللغه العربيه بحيث ان استعمال بعض عناصر اللغات الاخرى ان كان من الكلمات او من تركيب او من صيغ معينه جعل اللغه العربيه الفصحى تبدا تنهار امام هذه الاستعمالات، الكثير خاصه من الشباب بدا يدرج بعض الكلمات والاستعمالات اللسانيه الغربيه في لغته، مما جعل اللغه التي يتحدث بها لا تتسم بانها عربيه فصيحه، لا اقول فصحى بل فصيحه. وهذا هو خطر أساسي إذا علينا أن نقصي من أحاديثنا هذه العوامل اللسانية أو اللغوية الخارجية قدر الإمكان وأن لا نخلطها بالعربية لدينا نحن البدائل ولغتنا العربية قادرة على أن تنجب في كل لحظة ما يستطيع أن يستوعب كل الوافد من اللغات الأخرى النقطة الثانية الخارجية وهي أنه بحجة وبغطاء العولمة يحاولون أن ينزعوا من الشعوب خصوصيتها المحليه وكما تعلمون اللغه هي جزء ومكون اساسي وعندما ننزع هذا المكون من الشعوب فاننا نجعل هذا الشعب لا يتسم بطابعه المحلي وتصبح الشعوب نوعا ما متشابهه وهذا امر لا يستحب الخلاف والاختلاف هو اساس من اسس لقاء الشعوب وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إذا هذا الاختلاف سبب وعلينا أن نحذر أما بالنسبة إلى العوامل الداخلية للأسف نحن نساهم أيضا نوعا ما بهدم هذه اللغة أو بالإسراع بضياعها من ناحية التعليم تعليم اللغة العربية للأسف إلى الآن لم يجد سبيلا لكي يصبح أو لننقل هذا التعليم من مرحلة زرع مفاهيم جافه تنفر من اللغه العربيه تتعلق بالنحو والصرف الى اخره، ولم نصل الى مرحله الابداع لكي نعلم ابناءنا ليس ان يعرفوا شيئا في اللغه العربيه بل ان يستعملوا اللغه العربيه كمهاره من المهارات، انت لا تستطيع ان تثبت وجودك للعالم الا عبر لغتك، واذا لم تكن لغتك فصيحه وتعرب عما في داخلك، الا نقول اعرب عن بمعنى افصح وقال اذا انت لا تستطيع ان تفعل ذلك الا اذا اتخذت من هذه اللغه مطيه تستطيع ان تذهب بها مذاهب شتى تقنع الاخرين. العامل الداخلي الثاني هو للاسف ربط اللغه العربيه الفصحى دائما بالعامل الديني وهو امر مهم لكن لا يجب ان يتوقف الامر على ذلك فقط لانها ستتحول بمرور الايام الى لغه للتعبد فقط كما حدث في لغات ماتت واندثرت كالسنسكريتيه او اللاتينيه مثلا. الا ترى ان الكثير من الشعوب الاسلاميه ولله الحمد تتحدث العربيه فقط في صلاتها او في قراءتها للقران لكنها لا تجيد الحديث بها. اذا تابعنا نحن بربط العربيه فقط بال الصيغه الدينيه التعبديه سنصل الى هذه المرحله وتصبح لغتنا التي نستعملها لحياتنا اليوميه ولكتابه ادبنا هي العاميات وتصبح اللغه العربيه الفصحى مخصصه فقط للتعبد، اذا علينا ان نحذر من هذا الامر. طيب دكتور لو سمحت لي بسؤال يعني، ما هي المبادرات الممكنه والمفيده للحفاظ على اللغه العربيه؟ جميل. نحن الان المشرع او الجهات المشرعه قامت بدورها مشكوره طبعا الان ياتي دور السلطه التنفيذيه التي انا لا اشك ابدا في انها ستسهر على تطبيق هذا القانون وعلى معاقبه من يخالفه لكن الاهم من ذلك هي الجمعيات غير الحكوميه ونحن كافراد فالمبادرات يجب ان تنطلق منا نحن اولا علينا ان نقتنع يعني شئنا ابينا بان الحديث بهذه اللغه ليس عارا ولا عيبا واننا يجب ان كل واحد على الصعيد الفردي على الاقل ان يخصص جزءا من يومه لهذا للحديث بهذه اللغه وان لا يجد في ذلك لا مشاحه ولا عاره كيف السبيل دكتور يعني بعض الـ بعض الـ بعض الاشياء تراها مثلا مؤلمه تذهب الى مثلا مركز تجاري او مستشفى في قاعه انتظار فتجد طفل عربي خليجي يعني من اب ام يعني خليجيه عربيه يتكلم مع امه أبوه مثلا بعربيه مكسره او بلغه اعجميه ما الحل مع هذه آه كيف يستطيع انه الان اذا تكلم بلغه اعجميه هذه مصيبه يعني لكن عليه اولا ان يتكلم اذا تكلم بعربيه هذا جيد لكن بعد ذلك نحن نريد ان ننتقل بهذا الجيل والجيل الذي يليه من الحديث بالعاميه طوال الوقت إلى المزاوجة بين العامية والفصحى لكي نصل إلى جيل على الأقل يستطيع أن يتحدث الفصحى لكن أنت ذكرت مثلا المنشآت التجارية لا عيب في أنك إذا ذهبت إلى صاحب المحل وقلت له يا أخي أنت تكتب اشتري بالياء احذف هذه الياء مثلا لا أرى في ذلك سيقول لك شكرا جزيلا ويحذف الياء لأنه اشتري هي موجهة للمرأة فقط أما اشتري هكذا بحذف الياء هي موجهة للجميع أنت تكون كأنك تصدقت بصدقة أنت لا, يعني لا تجد عارا في التصدق فلماذا تجد عارا في أن يعني تنصح لأخيك بأن يعدل شيئا من لسانه ويعني أن نتناصح فيما بيننا وأن نتجاذب أطراف الحديث من وقت لآخر بالفصحى هذا من جهة من جهة أخرى هناك مبادرات كثيرة مثلا على صعيد الإنتاج البرامج الإلكترونية مثلا الكثير من التطبيقات تنجح لأنها تتوجه مثلا إلى إلى الجانب التجاري أو إلى الجانب الكسبي مثلا لكن لماذا لا نجعل مثلا من ترويجنا للغة العربية هدفا أساسيا في إنتاج بعض البرامج مثلا هذه مبادرة من المبادرة سبيل المثال كان عندنا برنامج تلفزيون أخي عبد الرحمن قدمه هو برنامج فصاحة تم التنافس فيه على الفصاحه باللغه العربيه وكانت له مشاهده واسعه. دكتور لو نتحدث عن جامعه قطر واليوم انتم مؤخرا في طور انشاء برامج للدراسات العليا في جانب اللغه العربيه، ليت لو نتحدث عن هذا هذه البرامج اكثر. الحقيقه انا يعني يسرني ان اتحدث عن جامعه قطر ولا اريد يعني ان ابدو كمروج وهذا امر يعني احبه ان اروج للجامعه. اريد ان اقول ان الجامعه الحقيقه استبقت حتى قبل القانون، منذ صحيح. بدايه الحديث عن امكانيه صدور مثل هذا القانون، اتخذت جامعه قر... قطر القرار بان تجعل المراسلات والمكاتبات كلها بالعربيه الفصحى، ومن اراد ان يركن الى اللغات الاخرى لحاجة ضرورية لعدم فهم مثلا بعض الاساتذة الاجانب ذلك، فيعمد الى الترجمة اذا شاء ذلك، ومع صدور القرار جاءت يعني صدور القانون، جاءت القرارات في الجامعة لتعزيز هذا التوجه، فاصبحت المراسلات بالعربية الفصحى والمكاتبات والنشرات، ونحن في يعني في عجالة من امرنا لترجمة الكثير من الزوايا الموجودة على الموقع التي ما تزال باللغات الاجنبية. الان على صعيد قسم اللغه العربيه في كليه الاداب والعلوم هذا القسم طبعا ينهض ويفخر بانه القسم الوحيد في الجامعه الوطنيه الوحيده في الوقت الحاضر ويحمل على على كاهله ونشعر بذلك هذا العبء الكبير وهذا وهذه المسؤوليه الكبيره. لدينا برامج للدراسه، لدينا برنامج الان اساسي للاسف فقط لبناتنا وهذه منبر من خلاله اتوجه الى كل ابنائنا في قطر من الشبان الذكور ان يلتحقوا ببرنامج وان يطالبوا بفتح برنامج اللغه العربيه للذكور. كذلك لدينا برنامج فرعي الآن إن شاء الله للبنين والبنات وهذا أيضا فرصة لمن يدرس غير العربية من التخصصات الأخرى. أضف إلى ذلك هناك برنامج الماجستير في اللغة العربية الذي ما شاء الله خرج العديد من الطالبات والطلاب الذين الآن بدأوا يصبحون فاعلين في المجتمع. وإن شاء الله إن أكرمنا الله في أشهر معدودات سوف نعلن عن افتتاح برنامج الدكتوراة وحي هلا بكم إن شاء الله إلى هذه البرامج لكي تروا بأننا يعني أنتم أيضا تكونون جزءا من, من حماة هذه اللغة ومن سدنتها بإذن الله إذا الدكتور أحمد حاجي صفر مدرس لسانيات اللغة العربية بقسم اللغة العربية في كلية الأداب والعلوم بجامعة قطر شكرا جزيلا لك على هذه الحصه المركزه من اللغه العربيه. شكرا جزيلا لكما. شكرا لك دكتور عبد الرحمن احنا متواصلين في حلقه اليوم عندنا خلاص هيك... ترى خليني انا اطلع فاصل جرب مره يا خ... اخي انت... ما... انت لازم تطلع انت <applause> يلا روح لا خلاص انا زعلت <applause> مشاهدينا الكرام فاصل ان شاء الله ونرجع لكم في اخر فقرات حلقه اليوم من برنامج حياتنا. فاصلا نكمل الحلقة مشاهدينا الكرام نظم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة ورشة عمل في إطار برنامج كفاءة الطاقة والتنمية المستدامة للمساعدة في تخصيص البحوث المتعلقة بكفاءة الطاقة والتنمية المستدامة التي يجريها مركز الطاقة التابع للمعهد عبد الرحمن راح نتكلم اكثر عن اخر نشاطات معهد قطر لبحوث البيئه والطاقه ويسعدنا ان يكون معنا في الاستديو الدكتور عبد الكريم محمد عالم اول بمعهد قطر لبحوث البيئه والطاقه مساء الخير دكتور ونسعد بتواجدك معنا في حياتنا مساء النور وشكرا على الاستضافه وبارك الله فيكم يا مرحبا دكتور دكتور بدايه حدثنا عن هذه يعني العمل وهذه نعم. المشاريع وهذه م. الاقسام يعني ايش الفائده منها؟ ليش أنشئات؟ ايش تعمل؟ يعني نبذه بسيطه بالمقدمه. نعم مركز معهد بحوث الطاقه والبيئه في قطر هو به ثلاث مراكز مركز الطاقه يعنى بابحاث الطاقه ومركز البيئه والاستدامه ومركز المياه. الحقيقه الاسبوع الماضي نحن قمنا بتنظيم ورشه عمل موسعه والغرض منها هو اعاده النظر في في برنامج الطاقه المستدامه وكفاءه الطاقه لاهميتها انت في الحقيقه التحديات الكبرى ليس انتاج الطاقه، التحديات الكبرى هي استهلاك الطاقه، توزيعها، تخزينها، هذه هي التحديات الكبرى، ف كان الهدف الرئيسي من ورشة العمل هو إن كيف نجمع الشركاء المحليين من مؤسسات حكوميه غير حكوميه شركات خاصه والاستماع إلى حاجياتهم وكيف البحث العلمي يوفي بهذه الحاجيات من ناحية تلبية التحديات فكانت ورشة, ورشة عمل موسعة بالحقيقة الحضور كان كبير جدا مستويات عالية جدا كخبراء فنيين مسؤولين إدارات من جميع القطاعات فكان بصراحة تفاعل كبير وفاق و... و... التوقع جميل لاحظت ايش قال الدكتور قال المشكله مش في انتاج الطاقه مثل دوله قطر دوله غنيه دوله يعني ممكن تستخدم الغاز ممكن تستخدم البترول قال لك في الحفاظ على الطاقه صح. توزيع الطاقه تخزين الطاقه جميل لذلك عبد الرحمن احنا نشوف مثل هذه ورش العمل هذه وايضا معهد قطر لبحوث البيئه والطاقه اكيد معني بشكل كبير في مثل هذه الامور. انت ذكرت دكتور تفضلت ان البرنامج كان له اقبال كبير وكان في تفاعل من قبل الحضور، لكن لو نسال عن ابرز المحاور الرئيسيه اللي تمت مناقشتها في في هذه الورشه. نعم ابرز كانت عده محاور ولكن ابرزها كان كيف نحن نجمع حول الشركاء المحليين لما نقول الشركاء المحليين هم مؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه مثلا القطاع الخاص شركات الدوله وكان على راسها مثلا وزاره البيئه والبلديه كهرماء قطر كول بلدنا شركات اخرى الان لا يحضرني تسميتها ولكن المحور كان نحن كيف نخلق ارضيه مشتركه ما بين البحاث في معهد قطر مركز الطاقه والخبراء والمسؤولين في الجانب الاخر وتكون الارضيه هذه خصبه للبحث العلمي وبحيث يكون البحث العلمي يلبي حاجات الشركاء المحليين بالتالي يكون جزء من حاجيات الدوله على مستوى الدوله وتكون جزء من منظومه التنميه المستدامه في البلاد. اكيد فكان بصراحه <applause> ترفض ايضا رؤيه قطر نعم وترفد 20 30 نعم نعم وكاس نعم العالم ايضا يعني نعم من الاشياء التي يعني نسابق فيها الزمن والعالم ايضا الطاقة والبيئة كيف أن هذه الملاعب يعني تحافظ على الطاقة تحافظ على البيئة إلى آخره لكن لو سألتك يعني دكتور عبد الكريم طاقة شمسية صارنا فترة طويلة نسمع أن دول الوطن العربي على خط قريب من الشمس دول تقع على خط يعني قريب من خط الاستواء تستطيع أن تستخدم الواح الشمسية بس ما رأينا حتى الآن شيء من هذا يعني بي تلك الكثافه التي كنا نعم نسمعها. نعم صحيح هي الطاقه الشمسيه طبعا يعني هي حل من الحلول الطاقه المو النظيفه الموجوده الان طاقه نظيفه طبعا انت لو نعم. لو ضربنا مثال مثلا انت لديك كم هائل من الغاز تتكلم عليه حوالي 900 تريليون قدم مكعب كمخزون قابل للاستخراج ولكن تحديات استخدام الغاز مثلا اللي هي البيئه انبعاثات الغاز الاحتباس الحراري ولكن الطاقه الشمسيه طاقه نظيفه. لكن في برضه تحديات في الطاقه الشمسيه نحن لدينا طاقم كبير جدا يعمل في الطاقه الشمسيه في معهد قطر الابحاث ولكن لا ننسى ان البيئه لها دور كبير نحن تتكلم على مناخ يعني حراري مناخ فيه اتربه غبار فبالتالي تحاول انك انت تاخذ في عين الاعتبار هذه الاشياء ولكن اعتقد ان السنوات القادمه والقادمة القادمه في شيء مبشر بالنسبه للوحة الشمسيه في في قطر يعني, جميل. يعني دكتور انتم اكيد في في معهد قطر لبحوث البيئه والطاقه معهد بحثي فمن خلال ورشه العمل اللي ذكرناها كده هناك طبعا امور متعلقه بالبحث في مجال البيئه والطاقه، فنسال عن ابرز الحلول والمعلومات اللي خرجت على هامش هذه الورشه. الورشه طبعا كان فيها تفاعل كبير جدا زي ما حكيت لك في بدايه الحلقه صحيح ونتج عن ذلك انه حيكون فيه تكوين فرق عمل ما بين البحاث من جانبنا وما بين الخبراء في الشركاء المحليين والمجموعات هذه سوف تقوم بترتيب اولويات في التحديات من فيما يخص الطاقه لدى المستهل اللي هم الشركاء المحليين لما نقول مش الشركاء المحليين اللي هم منتجي الطاقه موزعي الطاقه ومستهلكي الطاقه برضه فكان في النتائج واعده جدا اللي هي نحن حنقوم بتكوين فرق للاجتماع بشكل دوري منتظم وتحديد الاولويات من ثم بلورت هذه الاولويات في شكل مشاريع بحثيه علميه تطبيقيه تلبي حاجاتهم جميل دكتور عبد الكريم يعني معهد قطر لبحوث البيئه والطاقه يعني معهد ضخم يدعم بميزانيه كبيره مستقطب عقول كثيره مهتم فيه من قبل الدوله بماذا يشارك مثل هذا المعهد مثلا في البنيه التحتيه الجديده لقطر مثلا عندك مدينة لوسيل نعم. مثلا عندك مثلا المترو مثلا كأس العالم بماذا رفض هذا المعهد يعني هذه المشاريع الضخمة أو شارك مثلا والله المعهد زي ما حكيت لك أنا يعني في ثلاث ركائز المعهد هو من جانب المياه وجانب اللي هو البيئة وجانب الطاقة فلديهم في المعهد لدينا عدة أنشطة وأعتقد أنه برضو المعهد له بوادر كثيره في في توعيه المجتمع من ناحيه كفاءه الطاقه، الطاقه المستدامه ففيه انشطه كثيره وكذلك العلماء. شارك هو مثلا نعم نعم في مشاركات عديده ولدى البحاث حتى يعني اختراع سجلت بشكل ممتاز جدا بشكل عالمي وساهموا في في حلول عديده يعني وال وال والقادم ان شاء الله مبشر يعني. الله دكتور لو نسالك عن المجال البحثي في في هذا المعهد، ابرز الامور المستقبليه في مجال اجراء البحوث من قبل معهد قطر لبحوث البيئه والطاقه. هو التحدي الان في معهد قطر لبحوث البيئه والطاقه اللي هو نحن كيف ن... كيف البحوث هذه تتحول الى ادوات تطبيقيه على ارض الواقع لمعالجه التحديات في يعني في مجال الطاقه او المياه او البيئه. بالتالي في في توجه كبير ان نحن المفروض نكون على تواصل بشكل مباشر مع الشركاء المحليين وهذا وهذه كانت ثمره ورشه العمل اللي اللي حصلت في الاسبوع الماضي ولدينا ورشه عمل اللي حتكون الاسبوع القادم تعنى بامن الغذاء والماء والطاقه وكيفيه ربط هذه العناصر الثلاثه لفهم الاستدامة ما بين الطاقة والمياه والغذاء أنت عارف أنت في الانرجي يعني في الطاقة نحن لدينا قدرات هائلة ولكن في ضغط جانب المياه وجانب الغذاء بالتالي فيه برنامج متكامل اللي هو نحن مشاركين فيه هو لدينا شراكة وطيدة مع وزارة البيئة والبلدية وجهات أخرى حتكون في ورشة مركزة على هذه هذا المشروع بعد يومين إن شاء الله يوم الثلاثاء كم من المشروع هذا حيكون ان شاء الله يعني قاعده بيانات واسعه تخدم صناع القرار في البلاد اللي تعطي مؤشرات في هذا اهم شيء تعطي مؤشرات مثلا نعم. انت ايش احتياجاتك بعد خمس سنوات بعد عشر نعم. سنوات فان شاء الله حيكون مشروع واعد و... وجود مؤشرات نعم. دقيقه يعني نعم. فعلا تعطي صاحب القرار خطه مستقبليه واضحه المعالم هذا طيب اللي نسعى فيه ان شاء الله دكتور يعني. اخر سؤال اذا تسمح لي آه كيف استقطاب الطلبه القطريين لمثل هذه التخصصات كيف انت ترى اقبال القطريين ولا في اقبال في 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 على مستوى جامعة حمد بن خليمة في خليفه في اقبال كبير جدا في فيما يخص الدراسات العليا في البيئه المستدامه في ال في الطاقه النظيفه في طلب الدكتوراه برضو لدينا في معهد قطر يعني المده الماضيه تم تخريج مجموعه بأس بها طلب الدكتوراه في في مجال معالجه المياه في في مجال الطاقه النظيفه ففي في, في خيارات وفي أه لا تنسى ان الجامعه بحد ذاتها هي جامعه حديثه وليست بذاك ال جميل جميل أه وصلنا الى ختام الحلقه سلمان ولا؟ اكيد بس احنا في البدايه اخوي عبد الرحمن نشكر الدكتور عبد الكريم محمد وهو عالم اول بمعهد قطر لبحوث البيئه والطاقه، كل الشكر على تواجدك معنا في الاستديو، اتمنى ان المشاهد الكريم استفاد من خلال هذه المعلومات شكرا بارك الله فيك شكرا سلمان في فاصل بعد ولا تقرير؟ خلاص وصلنا للختام عبد طيب بالوصف. انت ايش رايك تختم؟ انا ما لي خص <applause> الكرام وصلنا معاكم للختام مواضيع كثيره ناقشناها في حلقه اليوم من برنامج حياتنا انتظرونا ان شاء الله بكره في نفس التوقيت العافيه مشاهدينا والى اللقاء يلا سلمان, سلمان. شوف مع بكره السلام الله. مع السلامه